تمكن فريق جمعية شلف من تحقيق فوز مهم وصعب بثنائية دون رد على ضيفه اتحاد بسكرة، وكان أصحاب الأرض السابقين لافتتاح باب التهديف عن طريق غضبان قبل أن يعادل الاتحاد عن طريق تسديدة تسديدة بوكاروم ليعود سويبع في دقائق اللقاء الأخيرة مسجلا هدف الفوز لجمعية شلف. الحمد لله وانا ثلاث نقاط اللي ثمينه بزاف. كنا ننتظر صعوبه المباراه هذه، كنا طيله الاسبوع عملنا خاصه من الجانب النفسي. تعرف انه بعد مباراه كاس تكون الفرحه هذيك، ما بغيناش نبقاو في اجواء الكاس، خرجنا منها عدنا ركزنا على المباراه اللي كانت اكثر اهميه، مباراه اللي اعطتنا ثلاث نقاط غاليه بزاف في الباركور تاعنا، ان شاء الله تعطينا دفعه ايجابيه معنويا وخاصة في سلم ترتيب اللي خلينا نكون أكثر أريحية ونخمو القادم التحديات بتركيز أكبر وبرغبة أكبر بإذن الله. كما شفتوا المقابلة ما كانش بالساهل، كان لازم علينا احنا ندو ثلاث نقاط، مهما جمعية شلف كان لازم عليهم ثلاث نقاط. الحمد لله يا ربي لعبنا بكل روح رياضية وما كتبش ربي، كنا جايين هنا أمون ندو نقطة، الحمد لله ما كتبتش وإن شاء الله عندنا بالك واحد فايت شهر ونص وحنا نبريبارو. ماشي ساهله باش تولي كومبيتيسيو شامبيون باسكو حبست بزاف، الحمد لله معليش ان شاء الله هنا نعاودوا نخدموا مليح ونجيبوا ان شاء الله الماتش تاع السياسي ان شاء الله نوادوا الانصار ويجيو يساندونا ان شاء الله بقوه.